رئيس الحكومة العراقية السابعة منذ 2003 مصطفى الكاظمي أحظى بترحيب عربي ودولي واسع قد يعيد للعراق التوازن في علاقاته الإقليمية والدولية، وهذا ما استبشر به العراقيون خيرا. حكومة مصطفى الكاظمي ليس بالحكومة المثالية ولكنها مقبولة. نحن نعرف جيدا بأن العالم والوضع في العراق خاصة يمر بأزمات كثيرة، منها الكورونا والأمراض المستعصية، هبوط أسعار النفط، العامل الاقتصادي، البطالة، المتظاهرين، الشارع، كلها هاي أسباب. ولكن نقول بأنه مصطفى الكاظمي وهو شخصية أمنية ويعرف جيدا، عسى أن تكون هناك نوع من الاستقرار، ويعرف جيدا كيف إعادة العلاقات الدولية للتوازن ما بين الدول الإقليمية والدول العالمية. وفي أول تصريح حثت الأمم المتحدة الكاظمي على التحرك سريعا لمعالجة التحديات الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية المتزايدة وإحداث تغيير ملموس في الواقع العراقي، فيما قدمت واشنطن مبادرة حسن نية، حيث تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بمساعدة الكاظمي من أجل إجراء الإصلاحات التي يطالب بها الشعب. من جهتها أعلنت الحكومة البريطانية استعدادها لدعم حكومة الكاظمي من أجل الإصلاح الأمني والاقتصادي والقضاء على وباء كورونا، فيما أكد البرلمان العربي أن أمن واستقرار العراق جزء من الأمن القومي العربي، ودعا إلى التوسع في العلاقات بين العراق والدول العربية. ولعل ما ساعد الكاظمي على ثقة البرلمان هو نبذه للطائفية وجعلها خارج سياق قاموسه السياسي، فلم يعرف عنه تأييده لطائفة سياسية أو مذهبية على حساب أخرى، وهو ما ساعده على علاقة قوية بين الأطياف والتيارات السياسية كافة.